بقترح انه اول حاجه يا اخي الحاجه الاوليه في اداره الماليه انها توفر رخاء المعيشه، تمام، والبيئه برضو بتاعت التعليم تكون برضو برسوم اقل، اكتر من لسه يعني اقل من الحاجه لسه متوفره في السوق. '23 والله ان شاء الله سنه تكون رخيه وسمح شديد للمواطن والعزيز، لانه السنه سمحه حتى في الخريف في اي حاجه في الزراعه، يعني سمحه شديد. والله الشيء المطلوب من موازنه بتاعت 2023 في تقديري، يعني 23 وغير 23، يعني في كل وقت اهم يعني والاولى، اولى الاولويات في تقديري، يعني الانسان السوداني محتاج لخدمات، يعني ممكن تقول عليها جزء من هذه الخدمات يعني أساسية جدا، في مجال الصحي طبعا، وفي الصحة الأدوية المنقذة للحياة. فنحن بنلقى يعني ناس، كثير من الناس قاعدين نلاقيهم والله ناس عندهم أمراض مزمنة قاعدين يعني يعانوا معاناة ما عادية، ودي من الأشياء اللي خلت الثورة يعني تتفجر، إنه بالتالي الشيء ده لابد من انه ناس راعي، ناس السكري والضغط والازمه، ثم بعد ذاك الامراض الروتينيه دي فيما بعد، دي من الدرجه الثانيه. وبعدين يعني نحن برضو يعني عندنا يعني بالنسبه للشوارع والطرق والبنيه التحتيه يعني ما اولى من الصحه، ولكن حاجه مهمه جدا لبعد كم سنه نحن حيكون ما عندنا طرق، الشوارع تعبانه جدا، شوارع مكسره، فالمواطن بيعاني في انه يصل الى حته معينه من حته لحته. وهذه الطرق يعني ثروه قوميه، يعني اذا ما حافظنا عليها ما حصل عليها ترميم، يعني بعد 5 6 سنة حيكون ما عندنا شارع زلط في البلد دي، فالشوارع كلها يعني متهالكه. فهذه اشياء يعني ضروريه جدا الناس تنظر لها، بالاضافه للتعليم ومشاكل ذلك. ده ممكن انا يعني اقول لك يعني برضو البنيه التحتيه بالنسبه للفصول، يعني المدارس الخاصه كثيره جدا جدا ومكلفه، فحبذا لو كان برضه في توسعه على مستوى التعليم الحكومي، عشان يعني ما يمنع زول يودي ولده مدرسه خاصه، طبعا اللي عنده قروش ده ما مشكله، لكن التعليم الحكومي لازم يكون عريض جدا، لانه في معاناه يعني للاباء. اتمنى انه الميزانيه سنه 2023 تسخر للامن والشوارع العامة والصيانة والسفلة الطرق والشوارع، ونتمنى تخفيض الأسعار في كل شيء، يعني فنحن شايفين دول الأسعار بدأت تتخفض نسبة لعدم الغوة الشرائية، فكل الشيء اللي بنتمناه إنها تسخر للأمن فقط، لأن الوضع بقى سيء جدا جدا، وكل يوم نسمع بالجرائم ونسمع بالنهب والسلب المجموعات المسلحة في كل مكان، والواحد والله قلنا بيجي يجي الشغل ويكون شايل هم لأولاده ولأسرته. أولا حاجة البلد بتمر بظروف سيئة وحرجة صراحة، يعني البلد بتمر بظروف سيئة وحرجة، وفي الميزانية الناس يعني تشوف الحاصل، الحكومة عليها إنها تشوف الحاصل في الشوارع في اللي بيحصل في البلد وكده، يعني حتى ما في أمان، الشوارع زي الزفت، ما في أي حاجة، يعني كل شيء في البلد ما مية مية، يعني الميزانية الناس تشوف الحاصل شنو في البلد، البنية التحتية أول ما تمام أول حاجة، يعني شوارع كلها تمام ما مظبوطة مية مية. غير كده بالنسبة للوقت الحالي البلد بتمر بظروف سيئة وحرجة، وربنا يكون في عوننا وفي عون الشعب السوداني إن شاء الله يا رب. إذا تحدثنا عن الجوانب الاقتصادية في ظل موازنة 2023 بتتطلب إجراءات عقيمة كويس، هتكون شبيهة للموازنات السابقة في ظل الانهيار الاقتصادي والقرارات الغير مسؤولة، هنالك سيولة خارج البنك المركزي في ظل عدم استقرار الدولار، في ظل عدم الاستقرار السياسي انعكس على بعض القرارات، انعدام الرؤية كويس في قرارات اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة.
هي المسألة ما مسألة موازنة أو ميزانية أو قروش ترصدها عشان تعمل بها أكتيفيتيز أو أنشطة. أنت أساساً بتشوف القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية بتحت البلد، بعد ذاك بتحولها لقروش. لكن طول ما عقليتك أنت بتعاين للموازنة عينها قروش ما بتمشي لقدام. دي واحد. نمرة اثنين، أنا عندي مجتمع شاب عنده احتياجاته، عنده قضاياه، عنده متطلباته. أنت لما جيت وضحت الميزانية دي خطيت الكلام ده في الاعتبار؟ شفت القطاع بتاع الشباب ده؟ أنا النافذة الديموغرافية بتحت السودان بتحتي بتقول السودان مجتمع شاب من 2005 لحد 2100. ده داير خطة استراتيجية بعيدة المدى الأكتيفيتيز حقتها تحولها لقروش. تحولها كيف؟ بيبقى المحك هنا. يعني ما مسألة إنك أنت تجي تقعد تلم لك مؤسسات حكومية أو قطاع خاص أو غيره وتعمل لك موازنة وتشوف أنت محتاج السنة دي كم وتشوف الإنفليشن حقك كم لا. المسألة ما كده، المسألة تشوف القطاع الكبير ده كله اللي هو القطاع الدايناميك اللي بيحرك لك الاقتصاد، القطاع المنتج، القطاع الشبابي، تشوف احتياجات، شفت احتياجات وخططت لها صح من البداية، خططت للقطاع الكبير ده صح، بعد ذاك تلقائيا ولدت وظائف من الدراسات بتحت القطاع ده، تلقائيا كده موازنتك بتكون عندها وبتكون واقعية، عندها علاقة بالمجتمع، عندها علاقة بقضاياك، بتمشي لقدام. لكن انت لو بتنظر للميزانية على انها قروش داير تصرفها في حاجات ما مخطط لها، انت بتكون صفر.